احنا الناس البقايا ديال الشكايات ديال دوار صحراوه ودوار جديد ودوار السلامين والعسكر اللي ردموا ليهم تم الهدم ديال هاد الدواوير سنه 2008. درسوا الملفات ديالنا، الشكايات درسوا، ما استفدناش، تقصينا احنا ما استفدناش. درسوا الملفات، الناس استفدوا، وحدين اخرين بحالنا حتى همايا، وكاين اللي اقل منا ضرر وكاين اللي بحالنا ضرر. هذاك الشيء اللي صرع على هذوك الناس سنه 2008 اللي صرع عليهم وصرع عليهم في سنه 2015، احنا بقينا حنا تنتسناو من 2015، من 2008 دوزوا الملفات ديالنا، 2015 عاوتاني كذلك دوزوا الملفات ديالنا الدرسو. حنا دابا تنتسناو، حنايا مشينا للداخليه قالوا لينا راه حنا راه صيفطنا ديروا شكايه جماعيه، درنا شكايه جماعيه، قيدوا لينا الاسماء ديالنا، داروا لنا لائحه، خرجوا الناس ديال الداخليه داروا لنا لائحه، صيفطوها للمفتشيه، قالوا لينا التحقوا بالمفتشيه، مشينا للمفتشيه قالوا لنا واحد 10 ايام ورجعوا عندنا. حنا دازت 10 ايام رجعنا للمفتشيه، المفتشيه صيفطتنا هنا للعماله قال لك سيروا التحقوا بالمصالح ديال العماله، راه الملف ديالكم عند السيد العامل راه هو اللي غيبت في هذا الملف. حنا راه هضرنا مع السيد العامل باش يشوف لكم الامور ديالكم. وحنا جينا دابا يا فاش جينا هنايا في الصباح مع 11 قال لك تسنى، راه السيد العامل عنده اجتماع. احنا تنتسناو السيد العامل، راه باقي ما سميتو، باقي ما قالوا لنا حتى حاجه، وحنا غنبقاو هنايا تنسمعوا شي جواب من عند الناس المسؤولين. وحنا راه كاريين، راه انا دابا كاري، انا دابا نهضر لكم على نفسي، انا كاري، والناس راه تهموا بحالي، راه غيكون الاكثريه بحالي. انا كاري ما خدامش، خدام بوفري، تنخدم غير تندير شويه ديال الحوت، انا نقولها بكل افتخار، وداك الشيء انا تنجيب بعرق كتافي، ندير شويه ديال الحوت، مره نجيب 50 درهم، مره 30 درهم، مره 40 درهم، مهم قاتل مع الوقت. وكاري تقهرت بالكرا، وليداتي راه ما تلقى ما نلبسهم حتى هما، راه الوليدات عندي جوج بنيات، عن المراه عندي المصاريف بزاف، ما بقيت قادر لا على كرا لا والو. سكنت مع با وامي وخويا مزوج وانا مزوج واختي، المشاكل الصداع، كنا في برطمه وحده، برطمه فيها 50 متر اللي عطاوها البا، فيها 50 متر فين فيها جوج بيوت، انا كنت شاد بيت والاخر بيت، مجيبات في الصاله، اختي مراتها هي وليداتي، تما الحشمه وصافي. دابا انايا تنطالب انايا كيف استافدوا الناس اللي قبل مني واللي صرا عليهم، حتى انا بغيتو يصرا عليا انا، حتى انا من البقايا ديال هذوك الشكايات. يقولوا لي الا كانوا ماكشي من حقي، يقولوا لي علاش ماشي من حقي، راني غنستافد، لانني انا مواطن مغربي، وتتوفر فيا جميع الشروط بانني راني مغربي، وبانني ما عندي الصالير اللي توصل 3000 درهم ولا 4000 درهم، وبانني انايا راني ولد البرارك وولد المدينه، هادشي كامل تيتوفر فيا، ومزوج وعندي جوج بنات. وسيدنا تيقول في الدستور ديال سيدنا، راه قال لك راه ودي في الفصل 31 من الدستور، راه عندكم الحق في السكن. انا تنطالب دابا بحقي في السكن، بغيت نسكن انايا، يعطوني هاد القبر ديال الحياه اللي نجمع فيه هادوك البنيات، راه غيضيعوا. باش نكون واضحين، لان انا بزاف عليا تقهرت، غيضيعوا البنيات وغتضيع تمهم، غادي غيخرجوا علينا، لا ما عطانا لا ما خديت ولا ما سكنت، راه غادي تفركت العائله ديالي، غتفركت وليداتي غيتفركتوا. قلت لي انا بزاف عليا، انا كاري وما خدامش، وعندي سميتو المصاريف، وليدات راه البنيه تتقرا، خاصك تكسي هادي، خاصك دير، خاصك تاكل. الغلا دابا المعيشه غلات، البصله غلات، مطيشه غلات، خبز وشاي وليت ناكلو، راه حنا راه هذا الله تقهرنا. انا بقى دابا بقى ليا يا اما غيعطيني، يا اما انا راه غادي يجي وراه غادي نبقى هنايا، ما غنتحركش من هاد البلاصه، غنبات فيها تيديروا لي حل ديالي، انا راه ما نوضش من هاد البلاصه حتى يلقاو لي حل المشكل ديالي. وتنتمنى من الله السيد العامل يشوف من حالنا ويرفق فينا ويعطينا حتى حنا، ويعطينا يفرحنا ويفرح وليداتنا ويفرح هاد المهمات، هما مساكن هنا، راه كاينين العيالات مساكن اللي ريبوا ليها البراكه ديالها وما عطاوهاش، كاينين الاخوان عاوتاني هنا اللي عندهم كانوا حتى هما عندهم البرارك وما عطاوهمش، كاينين الناس اللي هنايا كانوا تزوجوا تما كيتزوجين في البراكه وما عطاوهاش، بزاف ديال الامور. حنا ماشي غير جينا وقلنا راه شنو، حيت لان شفنا الناس اللي استافدوا، راه بحالنا بحالهم، راه بحال في الضرر.
ولا عندهم البحوث. البحوث راه دار داكشي، دار اللجنه، دارت اللجنه وهضروا في داكشي، وشفنا الملفات وكنا تندرسوا الملفات مع السيد باشا والسيد العامل، وراه كلشي عارفينه، وداروا علينا بحوث، راه كلشي كاين. غير دابا حنا تنتسناو السيد العامل يدير لينا ويعلق لينا اللائحه ديالنا، وشكرا والله يحفظك.